في يوم قاعد بالبيت جاي رئيس الجمعية كاظم حميد النجار الله يرحمه، وأحمد جميل الشيخ لي أمين سر الجمعية الله يرحمه، وعيدان الجصاني الله يرحمه، بزياهم واحد داب السدارة واحد شراوية واحد أفندي، جافهم علي بيتنا كريم العراقي اللي كان جوارنا، تحياتي الكريم العراقي، تحياتنا إلى شاعرنا المبدع. دق الباب وطلعت لهم، كريم وصلهم وراح بيتهم يعني ما دخل وياهم. السلام عليكم. السلام. وين ابوك؟ قلت لهم ابوي ميت يا ابو. قاموا تفهمين انتم؟ قالوا لا هذا قاطع قاطع. قلت لهم تقصدون كاظم اسماعيل قاطع؟ قالوا ايه. قلت لهم اني ما صدقوا. شنو انا؟ انت صغير طفل انت خابص الجمعيه وخابص العراق كله انت. المهم دخلوا فقعد الله بالخير الله بالخير، طلع كاظم حميد من جيبه الهويات والاختام. نعم. قال انا جبت الاختام وياي اصرف لك هويه الجمعيه اذا تنجح باختباري هذا. نعم. واذا تفشل تسكت بعد ما تطلع فيكات الناس. حلو. قلت له انا ما يخالف انا اقبل هذا بس برهن. قال شو تريد انت؟ قال قلت له تراهن من ذبيحه، كان ذبيحه سعرها 3 دنانير 5 دنانير. الله. قلت له من ذبيحه لو انتم تاخذونها لو انا اذبحها لعيالي واكله. كانوا اصدقاء وياي. فقال ما يخالف طلع 5 دنانير، ما طلعت 5 دنانير بيتناها عند السيد جبار غانم. وقاعدين مجموعه من اصدقائي. المهم فقال لي سوي لنا على جناس قوزي بوذيه. نعم. انا سمعت لها جناس صعب يعني. ما بيها ما يجي يعني ما له بديل يعني. نعم. هم يبدو مرتبينها الامور بيناتهم. نعم. دارسينها ويلا جو عليه. نعم. فقلت نلعب لعبه لغويه يعني وياهم. نعم. يلا انجح. فقلت لهم سجلوا راسا. قالوا ما سجل احنا نسمع. قلت لهم لفضلي الجيم قاف وقال قوزي يعني جوزي. نعم. اول وحده. نعم. حلو. شفنوا قالوا صحيح. ضعيف انت وانا بلا زاي. شيل الزاي من قوزي يصير قوي. قوي. ضعيف انت وانا بلا زاي قوزي قوي. قوزي. تظن يصعب علي جناس قوزي قوزي وانا النغنوغ سويته بوذيه. قادرون المكان.